السلام عليكم مشاهدينا الاكارم اهلا ومرحبا بكم في هذه الحصه الجديده من برنامج صحتك لباس والتي تتابعونها عبر الهواء مباشره من قناه المغربيه في لندن يشرفني ويسعدني اليوم ان استضيف الدكتور العراقي علي البستاني الذي نال براءه اختراع عالميه في مجال طب الاسنان وتقويمها دكتور علي البستاني جاء الى لندن مبتعثا من العراق لدراسه الدكتوراه في مجال تقويم الاسنان حيث فاجا اساتذته ومشرفته باختراع علمي جديد سيعتمده أطباء الأسنان في السنوات القادمة ضيفنا من الكفاءات العربية التي نفتخر بها سنتعرف اليوم منه على أهمية هذا الاختراع الجديد وكيف يستفيد الأطباء المختصين منه في علاجات طب وتقويم الأسنان نرحب بضيفنا المميز ضيفنا هو أيضا باحث ومخترع في جامعة كينغز كوليدج بلندن وأيضا مختص في طب تقويم الاسنان واستاذ في كليه الطب بجامعه بغداد اهلا وسهلا بك, أهلاً وسهلاً بك. مبروك سهلاً. بدايه الـ الـ براءه الاختراع هذا الاكتشاف يعني. الجديد نحن فخورين طبعا لي يعني في ظل هذه الظروف الصعبه اللي بعيش تعيشها بلادنا دائما نشعر بامل وتفاؤل عندما إن شاء الله. نسمع كيف. انه في كفاءات مثل حضرتك يعني بتشرفنا في العالم شكرا جزيلا وشكرا لقناه المغاربيه لهذه الاستضافه الكريمه. شكرا, شكرا جزيلا لحضرتك دكتور خلينا نبدا نتحدث عن التقويم نعم. وعن يعني السبب في براءه الاختراع او نعم. سر براءه الاختراع القصه يعني من الاساس تفضل سيدي. نعم علاج تقويم الاسنان يتضمن وضع الاسنان غير المنتظمه بشكل منتظم بحيث يسهم في تحسين وظيفه الاسنان جماليتها وبالتالي جماليه الوجه بشكل عام. هناك اجهزه عديده تستخدم في طب تقويم الاسنان اذا ممكن نشوف الصورة اكيد نشوف السلايد السلايدات بالترتيب نبدا بالسلايد الاول لو سمحتوا تفضل سيدي هلا بس تطلع الصوره نعم. بخبرونا الزملاء نعم دكتور اجهزه تقويم الاسنان ممكن تقسيمها بشكل عام الى نوعين هاي الصوره الاولى تقويم الاسنان صحه وجمال Next. اكيد حنحكي عنها أكيد. هاي الصحه أكيد. والجمال <applause> نعم. ناخذ هذا السلايد دكتور نعم اجهزه تقويم الاسنان هي متنوعه ممكن تقسيمها بشكل عام الى نوعين رئيسيه <applause> النوع الاول هو جهاز التقويم المتحرك أه اذا نشوف بالصور اللي على اليمين نعم. وعلى اليسار م -م. هذه انواع مختلفه لجهاز التقويم المتحرك اللي هو من اسمه جهاز متحرك معناه المريض يستطيع وضعه ورفعه حسب ارشادات طبيب تقويم الاسنان طبعا هذا الجهاز المتحرك من الممكن ان يعالج الحالات البسيطه او المتوسطه بالصعوبه أو زين الصوره اللي بالوسط توضح النوع الثاني المهم جهاز التقويم الثابت اللي هو من الاسم يثبت طبيب تقويم الاسنان ويبقى داخل فم المريض لحين انتهاء فتره العلاج ثم يقوم طبيب تقويم الاسنان برفعه يعني إذن المريض ما يستطيع في انواع من تقويم الاسنان نعم نعم منه الثابت ومنه المتحرك الجهاز الثابت اللي بالصورة الوسط هو عبارة عن أو حاصرات تقويم نقوم بتثبيتها على السطح الخارجي للسم ومن ثم وضع أسلاك تقويم لتقوم بتسليط قوة على الأسنان وتعديلها الجهاز الثابت يعتبر من اكثر الاجهزه استخداما في العالم الى يومنا هذا ولذلك انا اعتقد اكيد اكيد ولذلك راح نسلط الضوء عليه إن شاء الله. آه، ناخذ فكره عن انواع الجهاز الثابت وما هي السايد افكتس التاثيرات الجانبيه اللي صاحب فتره العلاج بالجهاز الثابت واللي هي دعتنا ان نفكر بماده جديده من اجل ان نتغلب على هذه المشاكل جميل نعم. وايضا هناك نوع اخر اللي هو المتحرك التقويم المتحرك نعم اللي هو بالصور, بالصور شفناه اللي, هي... نعم. اللي هو يعالج الحالات قلنا الخفيفه او المتوسطه نعم. نعم نعم طيب دكتور فكرتكم الماده يعني كيف فكرت بالموضوع حضرتك نعم الفكره جاءت من وجود مشاكل تصاحب العلاج بالجهاز الثابت نعم الجهاز الثابت مر بمراحل إذا ممكن نشوف الصورة نشوف السلايد اللي بعدها نعم. لو سمحتوا، أي تفضل دكتور. الجهاز الثابت أول ما بدينا نستخدمه كان عبارة عن حلقات معدنية مصنوعة دكتور. من الستينلس ستيل مثل ما نشوف بالصورة، هذا النوع البدائي للجهاز البداقي. الثابت إيه؟ التقليدي يعني لا هذا كان أول كان. نوع يعني بالسابق في الماضي هذا. كان في الماضي كان يستخدم مم. عبارة عن حلقات مم. معدنية مصنوعة من الستينلس مم. ستيل نقوم بوضعها حول كل سن ومن ثم وضع اسلاك التقويم هذه المشاكل اللي صاحبت هذا الجهاز مثل ما تشوفين هو بيحيط كل السن كل جهات السن وبالتالي ادى الى حدوث نخر بالاسنان وظهور البقع البيضاء الوايت سبوت ليجن وتجمع مواد غذائيه اكيد اكيد وبالاضافه الى هذا اذا تنتبهين على جماليه هذا الجهاز غير مقبول من الناحيه الجماليه وهذه نقطة جدا مهمة لانه احنا اغلبية مرضى تقويم الاسنان ضمن الفئة العمرية بين 10 الى 18 سنة يعني المراهقين، لكن في السنين الاخيرة لاحظنا ميل كبير من قبل البالغين لاجراء علاج تقويم الاسنان، لانه هو علاج تقويم الاسنان هو مو فقط تحسين لوظيفة الاسنان بل علاج تجميلي وبالتالي هناك اقبال كبير من البالغين وبالتالي يحتاجوا انه يكون جهاز تقويم الاسنان بشكل يعني غير مرئي او بشكل يكون مقبول مم. مم. وسهوله ايضا في و... و... اللبس طبعا. وفي استخدامه لانه حتى في طريقه التنظيف هناك نعم. مشاكل يعني الواحد بيعاني نعم. يعني منها لها اكيد هذه. اكيد الصوره ف... اللي بعدها لو سمحت ف... تفضل بسبب هذه المشاكل أه، تم تطوير الجهاز الثابت الى النوع الاخر المرحله الثانيه اللي هي عباره عن حاصرات تقويم نقوم بوضعها هاي بشكل دكتور، مباشر هاي نعم هذا النوع الاحدث حاصرات التقويم نقوم بلصقها على سطح السن ومن ثم وضع اسلاك تقويم الاسنان هذا الجهاز الثابت قلل كثير من مشاكل الجهاز الأول. السابق الاول لان كانت مشاكل النخر كثيره هذه قلل كثير من عدها لكن لا تزال مشكله جماليه الجهاز أكيد. لانه مصنوع من ماده الستينلس نعم. ستيل وكأن هذا الشيء الواحد شي... حديد بتغنية. نعم نعم هذا الشيء دعا الى الى اللجوء الى النوع الثالث ممكن الصوره نشوف البعدين. الصوره اللي بعدها لو سمحتوا تفضل التطور الاخير اللي صار في الجهاز الثابت اخذ اخذ نمطين نعم الصوره اللي على اليمين أه تظهر نوع من جهاز التقويم الثابت اللي من خلاله نضع أه الحواصر حاصرات التقويم على السطح الداخلي للسن مو السطح الخارجي وبالتالي تكون غير مرئيه أو غير مزعجة أو على المريض هي غير مزعجة من ناحية الجمالية لكن اللي يعاني منها بالبداية المريض لأن تتعارض مع حركة اللسان فتسبب آه له إشكال بالبداية مم بعدين يعني يتعود عليها المريض خاصة اللي بيشتغلوا بالإعلام وبالصحافة أكيد، أكيد، يعني أكيد. اللي بيحكوا كثير زي <applause> حالاتنا طيب الصورة لا. الأخرى دكتور فهذا الجهاز أيضا من مشاكله اللي الصورة اللي على اليمين مم. أنه يتطلب أدوات خاصة ومكلف جدا بالإضافة إلى أنه الحالات الصعبة ما ممكن علاجها بهذا الجهاز أما الخط الآخر إذا نشوف الصورة نفسها نرجع نشوف على الصورة لو سمحتوا الصورة اللي على اليسار أي دكتور؟ تظهر النوع الحديث من جهاز التقويم الثابت اللي لا عفوا الصورة القبل <applause> الصورة على اليسار تظهر جهاز التقويم الحديث اللي هي حاصرات التقويم مصنوعة من مادة السفاير أو السيراميك مم. هذه شفافة وبنفس غير لون نعم بنفس لون السن كذلك الأسلاك بنفس لون السن وبالتالي هذه لها تقبل من قبل المراجعين يعني بفضلها <applause> طبعا أكيد نعم هذه شائع استخدامها آه. آه. حاليا لكن احنا هسه ذكرنا بس هذه ممكن هي مكلفة شوي أكثر من اكيد اكيد مكلفه احنا طبعا ذكرنا هذه انواع الجهاز الثابت وانه هو يعالج الحالات من البسيطه الى المعقده لكن جهاز تقويم الاسنان الثابت حاله نفس حال اي علاج في اي مجال من مجالات الطب لازم اكو سايد افكتس وتاثيرات جانبيه, جانبية. الاعراض الجانبيه اللي نشوفها بالجهاز الثابت اولا بتعرف في هذا الجهاز الثابت يبقى داخل فم المريض فترة تقريبا سنة ونص إلى سنتين خلال هذه الفترة هذه حاصرات التقويم والأسلاك تعمل كجسم غريب بيشجع تجمع فضلات الطعام حول حاصرات التقويم وبالتالي حدوث نخر وظهور نعم وظهور بقع بيضاء حول حاصرات التقويم إذا ممكن الصورة. أكيد. نشوف, نشوف الصورة بيها. لو سمحتوا هذه أيوة. الصورة. تظهر انه عند انتهاء العلاج فرحه المريض تفسد بهذه النتيجه انه نشوف ظهور بقع بيضاء اذا هل الاعراض الجانبيه تسبب هذه البقع البيضاء نعم يعني نعم وهذا وهذه الاعراض الجانبيه اللي هي يعني سبب سبب كبير من عند اهمال المريض احنا دائما نشجع نحث المريض انه دائما بعد كل وجبه طعام لازم يفرش الاسنان لانه بقاء فضلات الطعام تتحول الى صفيحه جرثوميه وبالتالي هو الى ظهور من غير تقويم وفي واحد لا يهتم بالضبط فما بالك بالضبط التقويم بالضبط لازم الاهتمام يكون مضاعف بالضبط آه هذه النقطه اللي احنا دائما آه نركز عليها هذه مشكله من المشاكل ناتي الى مشاكل اخرى لما يكتمل علاج تقويم الاسنان ونوصل الى مرحله ازاله حاصرات التقويم طبيب تقويم الاسنان راح يحتاج الى تسليط قوه كبيره لازاله هذه الحاصرات هذه القوه في احيان كثيره تسبب في حدوث فطر او كسر في مينه الاسنان لانه نحتاج الى تسليط قوه كبيره مشكله اخرى انه عندما نزيل حاصرات التقويم نلاحظ بقاء مادة لاصقة على سطح السن إذا ممكن نشوف الصورة. إن شاء الله لا سمحتوا. نشوف الصورة اللي بعدها لو. سمعت. نعم. الصورة على اليمين آه تبين حاصرة تقويم هذه بعد ما نكمل العلاج آه ونرفع الحاصرة. نلاحظ. تبقى, الأثار. تبقى آثار المادة اللاصقة. آه على سطح السن على الحاصرة وعلى سطح السن طبعا طبيب تقويم الأسنان راح يحتاج وقت إضافي لإزالة, لإزالتها هذه وكيف ننظفها راح نحتاج إلى الأداة اللي واضحة بالصورة على اليسار هذه هذه طبعا تؤدي إلى خدوش بالمينا هذا السؤال طبعاً. إنه حتى المينا سوف تتاثر يعني تتاثر حيكون وما ممكن نتجنب عدم تاثرها مم. هذه السايد دائما فكس. تظهر؟ نعم نعم في 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 المواد, بال... المواد المستخدمه حاليا. آه نعم. هذه المشاكل الرئيسيه شجعتنا ان نفكر في طريقه جديده لتلافي هذه التاثيرات الجانبيه، والحمد لله تمكنا من ابتكار ماده جديده تتكون من الكالسيوم فوسفيت اللي هي نفس مكونات السن. <applause> الطرق المستخدمه حاليا في علاج سطح السن طبعا تعرفين سطح السن ذو طاقه خامله او ضعيفه وبالتالي ما يتقبل وضع حشوه او وضع تقويم اسنان حاصرات تقويم نعم. ما لم يتم معامله سطح السن بماده ترفع الطاقه السطحيه للسن بحيث يتقبل لصق حشوه او حاصره نعم. تقويم ويحافظ على لونه طبعا اللون ما ما يتاثر بالمرحله الحاليه المواد المستخدمه حاليا هي حوامض هي اللي نعامل بها سطح السن ونزيد الطاقه السطحيه لكن هذه الحوامض تؤدي الى النتائج اللي ذكرناها يعني اثناء رفع الجهاز ممكن ان تنفطر المينا او تنكسر بالاضافه الى بقاء الماده لا, لا، هاي تعتمد على يعني المتخصص اذا كان يعني عنده كفاءه او لا هذه ما تعتمد لانه نو no تشويس ما عندنا خيار, خيار اخر خيار لازم نستخدم هذه الماده وهذه تبعاتها لكن الماده اللي اللي سويتها يعني ما ممكن فوسفيت. نتجنب هذه الاعراض هذه ما ممكن ما نتجنب. الماده اللي صنعتها الكالسيوم فوسفيت قدرنا انه نعامل سطح السن بها ونجحت في رفع الطاقه السطحيه للسن ولصقنا حاصرات التقويم بشكل قوي لما اجينا الى محاوله رفع هذه الحاصرات النتيجه الجيده اللي شفناها اولا عدم وجود اي كسر او فطر بمينة السن يعني حافظت على السن حافظت على السن النقطه الثانيه انه الماده اللاصقه شفناها نزالت تماما من السن يعني انزالت مع الحاصرة حاصرة التقويم وشفنا سطح السن نظيف ما أي شيء بالإضافة إلى ذلك هذه المادة الكالسيوم فوسفات شفناها أنه ترسبت على سطح السن مما يجعله أكثر مقاومة للنخر. اكثر مقاومه مما لو نستخدم الحوامض التقليديه واذا نشوف الصوره الاخيره نعم. راح يعني توضح انا افهم من كلامك الماده اللي تم اختراعها او تصنيعها هي ماده تحمي السن يعني هي للوقايه وايضا للعلاج في نفس نعم. الوقت نعم شيء بالضبط. جميل. بالضبط. نعم آخر. في في بالضبط نرى السلايد نعم في هذه الصوره الصور اللي على اليمين الصوره اللي بالاعلى توضح سطح سن تم معاملته بالحوامض التقليديه هاي الصوره شو تحديدا هذه الصوره المادة. هذه لا هذه صوره سطح السن آه. تم اخذها بمجهر الكتروني جدا دقيق مم. مم. بحيث يكبر سطح السن بشكل كبير لا. فنشوف انه بعد ازاله حاصره التقويم بقاء الماده اللاصقه على سطح السن والسهم يشير الى حدوث كسر في مينه السن اثناء رفع حاصره التقويم في حين الصوره بالاسفل على اليمين توضح ظهور فطر في سطح السن بالاضافه الى بقايا ماده لاصقه على سطح السن اللي راح تاخذ من طبيب تقويم الاسنان وقت اضافي لازالتها في حين الصور اللي على اليسار نشوف سطح السن جدا نظيف هذا استخدام الجديدة الماده الجديده اللي هي فوسفات اللي هي كالسيوم فوسفيت كالسيوم فوسفيت نعم. نعم طبعا ما نقدر نذكر تفاصيلها يعني أكيد. احنا حاليا متعاقدين مع أه. شركات نعم. اجنبيه نعم. لعملها كمنتج نعم. تجاري لا بالعكس يعني هي اكيد نتركها لحضرتك نعم. دكتور المهم فقط يعني نشرح لمشاهدينا انه في علاجات جديده ومتطوره أكيد. ولكن متى من الممكن ان يستخدمها اطباء الاسنان؟ يعني نتوقع خلال سنه لانه احنا حاليا عندنا دراسه سريريه مم. على المرضى بنعملها وبنفس الوقت حلو. بنعمل مباحثات مع شركات منتجه مم. لانتاجها انتاج هذه الماده بشكل من يعني من السهل على طبيب تقويم الاسنان استخدامها. آه نعم يعني هي مش بالسهوله استخدامها لسه. لا تحتاج وضعها إلا بشكل تدريب يعني؟ لا لا ما تحتاج مم. تدريب لكن اليه استخدامها او الباكجينج يعني كيف تحضر بحيث يشتريها طبيب تقويم الاسنان م. ويستخدمها بشكل سلس م. يعني ولكن لانه هذا المنتوج جديد ربما فاكيد يحتاج الى يكون في هناك ممارسين له بحيث يعلموا يعني الطلبه يعني ربما يعني من الممكن من الممكن تعليمهم بشكل ما ياخذ وقت نعم يعني نعم هذه من فوائد الماده م. انه ما تحتاج جهد في تعليم طبيب تقويم الاسنان ان شاء نعم. الله تكون سهله الاستخدام. وفي نفس الوقت تعود على بالفائده على المريض ايضا. اكيد إنه. هي للفائده يعني بدل للمريض. ما يخسر اسنانه أو اكيد اكيد احنا ما نريد النتيجه النهائيه تكون مم. محزنه اكيد لما طبعًا. نشيل جهاز التقويم ونشوف السايد أفكتس نريد نقللها هذا هو الهدف التقليل من الاعراض الجانبيه نعم. يعني هذه نعم. الماده الجديده سوف تخفف كثيرا أكيد. من العبء يعني على عاتق الطبيب وايضا المريض يعني أكيد. لان أكيد. هي مكلفه يعني الواحد يخسر اسنانه لمجرد انه عمل صح. تقويم صحيح. هي امر صعب صحيح. ولكن عندما نتحدث عن براءه اختراع جديده عن ماده جديده تستخدم في تقويم الاسنان آه هذا يعني انه عندما آه يعني آه تستخدم سوف تكلف كثيرا اكيد في البدايه سوف تكون في العيادات الخاصه يعني مش يعني اي انسان ممكن يصل اليها أو يعني بها. يعني طبيب تقويم الاسنان تعرفين هو علاج تقويم الاسنان بشكل عام مكلف. هو مكلف صحيح. مو, مو شيء يعني بسيط لكن طبيب تقويم الاسنان لما تتوفر له هذه الفوائد امام مقابل المضار الحاليه نعم. اللي نواجهها ما راح يكون شيء مكلف لمن يشتري هذه الماده ما حتوفر عليه وقت حت حتوفر عليه وقت ومو بس هذه راح توفر له فوائد للمريض المريض انا يعني متاكد حيكون أك اكثر اقبالا لهذه هذه لما يطلع على هذه الفوائد المريض راح يختار هذا الشيء وما راح تفرق الكلفة كثير عليه على المريض نعم آه يعني انا فقط عندما نتحدث عن آه آه الكليه اللي حضرتك موجود فيها حاليا في جامعه كينجز كوليدج آه يعني ما الشيء اللي لفت انظارهم في آه هذا الانجاز الجديد الحقيقه هو الشيء اللي لفت انظارهم انه احنا كنا متفقين على بروجكت يختلف مشروع مختلف يعني كانت النيه انه نستخدم ماده ونعملها كباودر ونضيفها الى الماده اللاصقه اللي نستخدمها في لصق حاصرات التقويم ونشوف النتائج مالتها في مقاومه البقع البيضاء او تقليلها. اللي صار انه اني مع بدايه العمل في تجاربي الاولى حصلت نتائج يعني مبشره بخير ف يعني تبلورت فكره مغايره للمشروع فكرت انه نستخدم نوظف هذه الماده في معالجه سطح السن بدل انه نعملها كباودر ونضيفها الى المواد اللاصقه لا هي بحد ذاتها وظفتها في معالجه سطح السن قبل التقويم بالضبط قبل التقويم وزياده الطاقه السطحيه للسن جميل. وكانت النتائج مفاجئة حتى الي. شيء <applause> نعم. مش معقول. فلما يعني <applause> يعني يعني طرحت النتائج للمشرفين وبدأوا يقتنعوا انه م. هذه النتائج باهرة هم طلبوا مني ان اترك المشروع القديم ونستمر في هذا ونركز على هذا والحمد لله يعني بدينا السنة الأولى طلعنا نتائج ممتازة. جميل. وقدمنا فيها براءة اختراع في بريطانيا المعاملة تأخذ وقت هي جديدة يعني ما صار لها أول بدأ لنا في التقديم لبراءة الاختراع كان بشهر الواحد 2016, ألفين 2016. سبعة. قدمناها في بريطانيا المعاملة تأخذ وقت تقريبا سنة خلال هذه السنة أنا استمريت بتطوير المادة بحيث طلعت نتائج بعد أفضل فلما بشهر الواحد 2017 حصلنا على براءة الاختراع في بريطانيا بلشنا في مشروع آخر أنه نعملها عالمية نحصل براءة اختراع عالمية لأنه طلعنا نتائج طبعاً. بالضبط وبالفعل قدمناها بشهر الواحد 2017 وشهر الواحد 2018 حصلنا على براءة اختراع عالمية من منظمة الاختراعات العالمية، الويبو في نعم. جنيف حصلناها عليها يعني ما هذا الإنجاز يعتبر نقطة تحول في أكيد. عالم طب الأسنان والتقويم أكيد. أكيد. تحديداً يعني أكيد. وهي مسألة في غاية الأهمية واحدة من الأمور اللي تبشر بخير هذه المادة إحنا ابتكرناها في مجال تقويم الأسنان لكن هسا عندنا أفكار أنه نعممها في كل مجالات طب بالطب. الأسنان في الحشوات مثلاً في التجميل مثلا مم. لانه بها عندها الطاقه في انه تعامل سطح السن بشكل غير مؤذي وترفع الطاقه السطحيه للسن مم. فمجالات مفتوحه كثيره ممتاز خاصه المعدن. يعني عندما نتحدث عن طب الاسنان هو متفرع وكبير جدا اكيد على عالم كثيره اختصاصات كثيره ودائما يعني حتى عندما نتحدث قبل قليل كان هناك سلايد مكتوب فيها تقويم الاسنان صحه وجمال نعم. الناس تركز الان على موضوع الجمال موضوع أكيد. ان يظهر الانسان بشكل معقول يعني أكيد. لانه يساهم كثيرا في الحاله النفسيه للانسان أكيد. قبل ان ارتباطه بالمجتمع اللي حوله احنا عندنا حالات اطفال او مراهقين بيراجعونا الاهالي الام او الاب يشكون انه الطفل يرفض يروح للمدرسه بسبب تاثيرات النفسية اذا كان الفك بوضع غير صحيح او الاسنان بشكل بيتعرض ممكن. الى مضايقات الطفل من اقرانه صحيح. ففعلا هذا ياثر على نفسيه الانسان سواء كان طفل او مراهق أو, او حتى البالغ نعم يعني هناك يعني في كثير من الشباب لا يستطيعون الزواج بسبب اسنانهم في يعني عالجنا حالات كثيره من البالغين لما تلتقين بالمريض قبل العلاج وبعد العلاج المريض بعد العلاج انسان اخر نفسيته يعني طريقه كلامه ارتاح. تختلف صار تماما. واثق من نفسه واثق اكثر ثقة من نفسه. نعم. أكيد. دكتور يعني عندما نتحدث عن التجميل يعني عاده الان الطرق الحديثه اذا كان بتلبيس السن او أو حفر السن لتلبيسه هوليوود سمايل أو نعم. ما خالف، يعني كل هذه الأمور تؤثر على السن الطبيعي يعني وتزيل نسبة كبيرة منه. نعم. آه ربما بهذا الاكتشاف الجديد آه آه قد يحافظ الإنسان أو المريض على أسنانه الحقيقية أليس نعم. كذلك؟ وفي نفس الوقت تجميلها. وحدة من النقاط المهمة اللي ذكرتيها، احنا كثير عندنا حالات آه المريض يراجع وعنده بقع على الاسنان ملونه يعني إن تلوين نعم صاير بها ضعف في مينة الاسنان آه يعني في اغلب الاحيان علاج هذه الحالات يتطلب بالفعل ازاله المينا بشكل كامل وتعويضها ب اما قشور خزفيه او تلبيس الاسنان بكراونز آه مع مع هذا الابتكار مع هذه الماده واحدة من العلاجات اللي ممكن أنه نوظف هذه المادة بها أنه نعامل هذه المناطق الضعيفة ممكن نعاملها بهذه الماده ونعززها بكالسيوم وفوسفيت وبالتالي ممكن انه بدون ان نعرض السن م. الى العلاجات المعقده ممكن انه نصحح هذه المشاكل م. بالماده الجديده. أه هناك سؤال مهم ولكن لا ادري ان كان من المبكر سؤاله طرحه الان او لا وهو هذه الماده هل تحمي الاسنان من التسوس؟ طبعا هي هي واحده من الاهداف كانت انه اذا احنا استخدمنا ماده م. من نفس نمط ماده السن، هو السن الجزيئات الدقيقه مالته هي كالسيوم فوسفيد. صحيح. وبالتالي احنا اذا وظفنا ماده من نفس جنس ماده الاسنان، واستطعنا ترسيبها على سطح السن، بالتاكيد راح تترك سطح سن مقاوم للبقع البيضاء وللنخر اكثر مما لو نستخدم الحوامض. الحاليه المستخدمه التقليديه العادية. اكيد نعم دكتور يعني سؤال اخر هل هذا يعني انه في هذه الماده الجديده يعني لو يعني صنعت وتم استخدامها هل هذا يعني انه المريض يجب ان لا يعتني باسنانه ام بالعكس لا لا هاي نقطه القاعده الجوهريه عندي. يعني انت ذكرتي نقطه جدا مهمه احنا الشخص العادي اللي ما مستخدم جهاز تقويم اسنان ننصحه انه اقل شيء مرتين باليوم تنظيف طيب. الاسنان. مريض تقويم الاسنان نقول له لا لازم بعد كل وجبه اكل لانه وجود هذه الاجسام الغريبه هي عامل مساعد على تجمع فضلات الاكل. فهذه الماده هي مو دعوه للمريض انه ما ينظف اسنانه لا هذه نقطه جوهريه يعني احنا ناكد على تفريش الاسنان بشكل منتظم بعد كل وجبه اكل كذلك تجنب الحلويات هل هل في طريقه للتنظيف لاصفة. معينه دكتور عفوا على المقاطعه، هل في طريقه معينه لتنظيف اطقم التقويم تختلف نعم. عن التفريش نعم العادي؟ نعم، احنا المريض اللي يعني نركب تقويم تقويم اسنان ثابته له ننصح بفرشه الاسنان العاديه اللي نستخدمها احنا، بالاضافه الى ذلك يستخدم فرج صغيرة بحيث تتمكن تتمكن من الوصول إلى المكانات الدقيقة حول حاصرات التقويم وحول أسلاك التقويم في بس تاخذ وقت دكتور يعني اذا على كل سن الواحد بده يعملها صحيح المشألة ولذلك المشألة احنا من اول لقاء مع المريض لازم نضع هذه الصوره واضحه امامه قبل ما تبداوا في عمليه انه كم. طبيب انه مريض تقويم الاسنان جزء كبير من نجاح العلاج يعتمد عليه، مم. يعني طبيب تقويم الأسنان يؤدي دوره مم. والدور الآخر يعني كلش مهم أنه المريض يلتزم بالتعليمات. مم. إذا لا المريض غير ملتزم راح يؤدي إلى تأخير بالعلاج، تفاقم الاضرار الجانبيه هذه كلها يعني لازم يوعيها المريض نقطه اخرى عندما نتحدث عن الاعراض الجانبيه بعد ذكرت لي انه التقويم عاده ياخذ سنه الى سنه ونصف نعم. بعدها هل يجب الاعتناء بالسن لان عاده ما انتهاء التقويم يرى المريض اسنانه يعني رائعه و يعني بشكل جداً. جميل يهمل بعد الاهتمام بالفم جدا مهمه أي. وايضا يتم اعلام المريض من من الزياره الاولى يعني بالقصه الكامله للتقويم انه التقويم يمر بالمرحله الاولى المرحله اللي هي اكتيف تريتمنت اللي نثبت بها حاصرات التقويم ويتم تصحيح وضع الاسنان وضعها بالشكل المنتظم بعد ان تكمل هذه المرحله اللي هي تقريبا سنه سنه ونص بعد ان تكمل نرفع جهاز التقويم، لكن يعني ننصح المريض باستخدام نوع من أنواع جهاز التقويم اللي هو حالياً متوفر بشكل شفاف آه غير مرئي. يستعملها المريض. بعد يستخدمها لتثبيت الحالة. هي بعد إزالة. بعد إزالة حاصرات التقويم. التقويم نعم، آه هذه حتى تحفظ النتيجة على الوضع الجديد، آه لأنه إذا المريض ما يلتزم بهذا الجهاز المثبت. راح يتعرض الى فشل العلاج لانه الاسنان يعني عندها النيه أنه ترجع الى وضعها يعني غير المنتظم يعني ولذلك خلال اشهر ممكن ترجع اكيد اكيد آه خلال اسابيع نعم فيعني يحتاج من المريض الالتزام الكامل مو فقط بالمرحلة الأولى للتقويم ما بعد التقويم مرحلة التثبيت هذه يعني نقطة جدا نعم. مهمة متى يعني يقرر الطبيب أن يجري عملية التقويم لمريض أكيد هناك في حالات مختلفة يعني أحيانا الطبيب قد يوافق الرأي ولكن قد يقول لا يعني ما في لزوم نعم. آه. طبعا يعني للإجابة على هذا السؤال بس نعطي توضيح حالات تقويم الأسنان نقدر نصنفها بشكل عام إلى نوعين رئيسية في مشاكل إلى علاقة بالأسنان فقط Dental Problems هذه تكون بها الأسنان مثلا متراكبة أو بيناتها فراغات كبيرة يعني المشكلة بالأسنان والفكين سليمة هذا النوع نعتبره نوع بسيط النوع الآخر اللي هو يعتبر معقد, معقد وأصعب بالعلاج لما تكون المشكله بالفكين او احد الفكين، ممكن يكون احد الفكين متقدم او متراجع او كلا الفكين ممكن ان يتاثرون. هنا يجي سؤالك انه متى؟ لما يراجع مريض تقويم الاسنان الطبيب راح يقرر الحاله اذا كانت ضمن النوع الاول، النوع البسيط اللي هو في الاسنان فقط. هذه لو كان المريض طفل من الممكن من الممكن انه يؤجل لحين فر يعني مرحله المراهقه. لكن لو كانت الحاله النوع الثاني انه احد الفكين او كلاهما بهم مشاكل تقدم او تراجع هذا العلاج يفضل انه نبدي بوقت مبكر مع المريض. ليش؟ لانه بالفتره المبكره من الممكن انه نشجع يكون انجح يعني انجح لانه نسيطر احنا من الممكن انه نسيطر على نمو الفك العلوي او السفلي، ما معناه انه احنا نشجع نمو الفك بالاتجاه الصحيح ونمنع هذا في عمر صغير هذا بعمر صغير قبل مرحله البلوغ اللي هو يعني بالبنات تصير تقريبا بعمر 12 13 آه. سنه وبالاولاد عمر 14 15 سنه قبل هذه الفتره هذه فتره ذهبيه لعلاج مشاكل الفكين بعد هذه الفتره راح يدخل المريض بوضع لا يحسد عليه الحاله تصير معقده تتطلب الى تدخل جراحي بالاضافه الى تقويم الاسنان فاحنا ننصح يعني الاهالي طبعا الام والاب لان الطفل احيانا ما يعي المشكلة أكيد. لما الأم والأب يشوفون في مشكلة بالفك في يراجعون معين. أه. بوقت مبكر أه. لتقليل من هذه المشكلة والحد منها نعم آه عادة آه ما يتم تقويم الأسنان في الفك العلوي يعني الأسنان العلوية فقط لماذا دكتور؟ نعم كثير من المراجعين هي شعبية كبيرة يعني الناس بتفكر دائما بال كثير من المراجعين بيشكوا من ال او يعطوا اهمية للفك العلوي وليس الفك السفلي، هو شيء منطقي لانه الابتسامة لما الواحد يبتسم او يضحك الاسنان العلوية هي اللي تظهر فكثير من الناس ما بيهمهم الفك السفلي، بس هنا عندنا احنا نقطة جدا مهمة أه كثير من المراجعين لما هو شكوى بالفك العلوي. في نقطة لازم يعيها المريض انه احنا وظيفتنا مو فقط اعطاء جمالية للاسنان. في نقطة مهمة الوظيفة يعني احنا عندنا اطباق بين الفك العلوي والسفلي. آه احيانا اني يعني من الممكن اعمل العلاج فقط للفك العلوي حسب ما يريد المريض، لكن في حالات كثيرة لا لأجل أن أحصل على أطباق صحيح ووظيفة صحيحة أنا أوعي المريض أنه صح أنت شكواك الفك العلوي لكن حتى نصلح هذه المشكلة أحتاج أنه أعالج الفك السفلي أيضا أه هذه نقطة ينصدمون المرضى بها أنه أه. يعني مشكلتي بالفك العلوي لكن لازم يعرف أه. أنه شيء مهم ورئيسي أه. هو إعطاء اطباق صحيح مم. للاسنان، اسنان العلويه مع السفليه. نعم. دكتور ربما شعبيه التقويم في الوقت الحالي تاتي من انه حتى لا يصير ربما خلع سن، يعني الناس تفضل ان التقويم يكون افضل بالنسبه لها من انه تخلع اسنانها، رايك بذلك يعني خاصه انه في الكثير من الاطباء يعني بيريحوا راسهم، بيخلعوا الاسنان هذا نعم. ابسط شيء واسرع نعم. شيء يعني, يعني في حالات كثيره من مم. تقويم الاسنان نتطلب بها خلع اسنان لكن يعني الشيء اللي لازم يعني نتمسك به لازم نترك هذا الخيار خيار قلع الاسنان كشيء يعني لما ما عندنا وسائل اخرى ها ها. يعني في بدائل اكو حالات تستجيب اذا وسعنا الفك نا. ممكن انه نوسع الفك وتنتظم الاسنان بدون الحاجه الى خلع اسنان الحالات لو كان في تراكم بالاسنان تراكم هو في اغلب الاحيان في اغلب الاحيان نحتاج خلع الاسنان لما يكون تراكم في حالات اخرى نحتاج خلع اسنان اذا كان عندنا تقدم وبروز كبير للاسنان آه. الى الامام ايضا نحتاج حتى نخلق فراغ وبهذا الفراغ نسحب الاسنان المتقدمه الى الخلف وبالتالي هي عمليه تجميليه لانه الاسنان المتقدمه منظرها بالضبط اصلا مزعج بالضبط اذا هو يعني مو شيء احنا نختاره يعني تعتمد نكون مجبورين على كل نكون و... أحيان يعني في احيان كثيره مجبورين آه. انه نقلع السن حتى نحصل على فراغ ونحل المشاكل لكن ال الشيء اللي يعني ضروري يعني نفكر يفكر به طبيب تقويم الاسنان بالحلول كلها، يعني لا نفكر راسا انه نخلع السن نفكر بالحلول الاخرى ونخلي اخر الحلول خلع السن نعم ذكرت لي دكتور أنه دائما الاهتمام بالأسنان في المرحلة العمرية الصغرى هي الأفضل أكيد. يعني خاصة يكون هناك مجال للتحرك ما زال الإنسان ينمو فمن الممكن علاجه في فترة مبكرة هل هذه نصيحة للأهالي وأولياء الأمور ربما للانتباه لهذه المسألة عند أولادهم؟ أكيد هذه النصيحة تخص بالذات حالات تقويم الاسنان اللي تشتمل على مشاكل في الفكين. لانه الطفل في احيان كثيره ما يعي هذه المشكله. فهنا دور الام والاب اذا تلاحظ بروز او تراجع بالفك مثل ما قلت اني الفتره قبل 12 سنه، 13 سنه هذه تمكننا انه نستخدم نوع من الاجهزه الوظيفيه اللي تشجع نمو الفك بالاتجاه الصحيح نعم وتمنع اتجاهه بالاتجاه غير نعم. الصحيح هاي بالنسبه للاطفال ماذا عن الكبار يعني الكبار هلا هناك يعني نلاحظ في شعبيه كثيره مسألة التقويم والاهتمام بالاسنان من خلال التقويم نعم لماذا اهتمام البالغين احنا هسه بعرض بعصر التكنولوجيا زين وعصر الاهتمام بالجمال فاكيد البالغين هسه يسعون الى كل الوسائل ومن ضمنها الاسنان مكي. لتجميلها. مم. ومع التطور اللي حاصل في مجال طب تقويم الاسنان، احنا عرضنا كيف كان تقويم الاسنان، كيف في كان الماضي. منظره أكيد. غير لائق. هسه مع توفر المواد الشفافه هذه عامل مشجع للكبار الدول. مواد بالعمل. شفافه ام بلاستيكيه؟ دول. لا لي. هي هي الماده من السيراميك مصنوعه. آه من السيراميك. ويصنعوها بشكل يكون شفاف. مم. بحيث لا تعطي مظهر مزعج بالضبط وتحمل لون السن ف الا اكون اني قريب من المريض يلا اقدر الاحظ مم. اما من بعيد ما يبين هذا الجهاز نعم هو في مشكله بالنسبه للي بيعملوا تقويم مساله الاكل والمضغ و احيانا بعض الناس يضطروا لبلع الاكل يعني مش بشكل خوفا على انه تتجمع بعض المواد الغذائيه يعني ويكون من الصعب تنظيفها هذه المشكله تكون جدا كبيره بالبدايه واحنا ننوّه للمريض انه بدايه كل علاج تكون صعبه لانه ما متعود على جسم غريب البدايه تكون صعبه بعدين يتعود المريض وما اخفي عنك احنا نطلب من المريض يعني تجنب انواع كثيره من, آه من الطعام. يعني مثلا الحلويات المواد اللي مثلا الشوكليت اللي ممكن ان يبقى المشروبات الغازيه يعني هذه هي المشروبات الغازيه عباره عن حوامض أكيد. فتساعد على نخر الاسنان فاكيد احنا نقيده نوعا ما بنوع الاكل بس هاي مثلا تبسيط اللقمه لقمه آه. الطعام يبسطها يعني لا تكون يعني. لا تكون صلبه يصغرها آه. هذه كلها تحافظ على حاصرات التقويم من أنت بس هي تتساطط. مفيدة يعني الواحد كأنه بيعمل رجيم أكيد. دايت يعني تساعد المريض على التخفيف من وزنه نعم. كمان يعني مش بس العناية بأسنانه نعم. دكتور يعني ما هي أكثر الحالات تعقيدا في موضوع تقويم الأسنان وهل دائما تقويم الأسنان يعني يجدي نفعا في أغلب الأحيان هو يجدي نفعا م. الحالات الصعبة اللي نواجهها لما تكون حالات مركبة مشاكل في الأسنان وفي الفكين آه مع بعض وهذه الحالات تكون أصعب في البالغين أوكي. لأنه يكون العلاج مو فقط من قبل طبيب تقويم الأسنان هذيح. يطلب جراح أيضا آه. فراح يكون ويحتاج إلى مدة يعني أكبر أطول في متابعة أطول لأنه نقطة جدا مهمة الخلايا الخلايا إحنا إحنا طبيعة عملنا في تقويم الأسنان كله يعتمد على الخلايا الموجوده بالعظم. مم. كل ما الاسنان يتقدم كل ما الانسان يتقدم بالعمر. بالعمر الخلايا تتقدم ايضا بالعمر وتكون هرمه يعني صحيح. بينما من تكون فتيه تكون اكتف نشطه وتساعد على حركه الاسنان بشكل انسيابي واسرع. فكل ما يكون المريض في عمر متقدم يكون العلاج اصعب وابطا آه. وكل ما تكون الحاله مركبه مشاكل في الاسنان وبالفكين مثل ما قلت انه راح تتطلب تيم فريق عمل مو بس طبيب تقويم الاسنان راح يتطلب جراح وطبعا نعم. العمليه الجراحيه مو شيء سهل لل نعم. للمريض مو كل مريض يتقبلها نعم آه. موضوع التقويم هل ياتي هكذا ام يجب ان يكون هناك علاج كامل للفم قبل تقويم الاسنان؟ يعني في كثير من الاشخاص عندهم الكثير من الامراض في الفم، في الاسنان، التهابات في اللثه، تعقيدات كثيره، هل يجب علاج كل هذه الامور قبل نقطة التقويم؟ اكيد نقطه جدا مهمه هذه، احنا كل مريض يعني لما نفحصه بالزياره الاولى لازم نشخص الاسنان المنخوره، نشخص اللثه فيها التهابات ونشخص كامل للفم يعني؟ اكيد بس قبل الشروع بتقويم الاسنان لازم المريض يعالج اللثه ويعالج حشوات اذا الاسنان منخوره وتتطلب الى علاج حشوات لازم يؤدي كل هذه العلاجات قبل التقويم، لماذا؟ لانه اعتمادنا احنا في حركه الاسنان مثل ما قلت يعتمد على سلامه اللثه والعظم المحيط بالاسنان، فاذا كانت اوريدي اكو التهابات هذا اصلا المريض ما المفروض مو علميا نعمل آه. علاج. فالمريض اللي ما يقتنع انه يعالج هذه الامور هذا ما ما ننصح باجراء علاج تقويم لانه حيتعب نفسه ويتعب الطبيب ايضا. نعم ولكن في اطباء مرات بتسمع كلمه المريض يعني بتمشي هي هذا من الاخطاء هي يعني هذا. خطا طبي كبير. طبعا طبعا م. يعني انت تخيلي اذا في نخر بالاسنان واحنا نضع جهاز التقويم م. واثناء العلاج المريض مثلا يتعرض الى الام بالسم بسبب وجود نخر م. هذا كيف لازم اني ارفع التقويم؟ التقويم عملية هذه هذا إجراء غير صحيح آه. فلازم تكون الأسنان وفي سليمة. أضرار على الأسنان أيضا يعني عندما ترفع وترجع ثانيه بالضبط بالضبط يعني ما عدا الأضرار آه وقت إضافي ويعني تكاليف زيادة, تكاليف زيادة لأن هذا الجهاز لما نرفعه لازم نخليه جديد بمكانه فطبعا لازم تكون اللثة والأسنان المنخورة معالجة قبل الشروع بتقويم الأسنان نعم دكتور يعني آه بالنسبة الكثير من السيدات يعني يهتمون في منظر الأسنان بشكل أكبر من من الرجال طبعا هم السيدات بيهتموا بـ 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 بكل, شيء. <applause> بكل شيء مو بس الرجال بدأوا, بدأوا أيضا الآن طبعا مع. ولكن المرأة أكثر غيرة. تهتم لا آه الرجال يغارون من النساء صح <applause> أنا معك بهي النقطة طبعا دائما تبحث المرأة عن الشيء الأفضل والأسرع يمكن التقويم يحتاج إلى وقت طويل يعني كما ذكرت لي سنة وسنة نصف نعم. آه الناس تبحث عن الأشياء ربما السريعة ولكن هل السريع يدوم؟ آه هو <applause> سؤال مهم هذا. آه في حالات الحالات البسيطة يعني مو كل الحالات يعني ذكرت أنه تتعالج بالسنة أو سنة ونص في حالات ممكن علاجها بأشهر الحالات الأصعب هي اللي يعني تأخذ وقت أطول ونقطة مهمة وجوهرية في علاج تقويم الأسنان. تقويم الأسنان يتطلب لطبيب صبور ومريض صبور أيضا مم. مش السرعة بالضبط مم. لأنه إذا استخدمنا قوة كبيرة على الأسنان في تحريكها بشكل هذا أيضا يؤثر, يؤثر, يؤثر على, على, على صحة الأسنان مم. ففي حالات تعالج باشهر مو كل للح... يعني الحالات البسيطه ممكن علاجها بفتره قليله نعم دكتور عندما نتحدث عن هذه الماده الجديده اللي ذكرت اسمها قلت لي هي الف... الكالسيوم فوسفيت. آه كالسيوم فوسفيت. آه هل تعتقد انه ربما بعد استخدامها في آه آه عمليات التقويم ممكن ان تستخدم ك... كتلبيس للاسنان كراونز او الى لا ما هي شابها. هي ما تستخدم, لا تستخدم في تستخدم. في لا يمكن لكن أو في تستخدم لعلاجات, نعم. لعلاجات. أي نعم يعني هل قد تستخدم تكون بديل من الممكن, من الممكن, أن, الممكن. ان تستخدم حالات عندنا تجميليه للاسنان ممكن ان تستخدم بالاضافه الى مجالات تقويم الاسنان هو الجميل فيها انه ماده يعني من نفس ماده السن نفسه نعم فربما لذلك تتحمل اكثر ومن ربما من الامور ايضا الجيده بهذه الماده انه هي يعني احنا نسميها بايو كومباتيبل يعني ما تاثر على جسم الانسان اه ما فيهاش مواد كيميائيه ما, ما فيها ما ماده سليمه لانه نحن كنا نسمع كثيرا انه الحشوه السوداء او الفضيه نعم تؤثر وفيها مواد سامه زئبق, زئبق أو حاليا حاليا اكثر دول العالم اوقفت, لا أوقفت استخدام والدول اللي الى الان تستخدمها عندهم مشاريع لايقافه في السنين أنا. القادمه وفي دول منعتها تماما م. إذا هي مادة طبيعية تختلف مادة عن المواد التي عادة تشحن سيفية، مادة، فيها الأسنان تماما جميل يعني نعم. هي مفيدة لصحة الإنسان نعم،, نعم نعم ولكن كونها تبدأ يعني بعدها في بداياتها فأكيد سوف تكون مكلفة ومكلفة جدا إن شاء الله مو مكلفة إن شاء الله هل تعتقد في المستقبل ممكن إنه آآ آآ هذه الخدمة تتوفر ليس فقط للاخصائيين لي اللي بيعتمدوا يعني على خاصة إنه مادة جديدة واكتشاف جديد فربما تكون تكلفتها عالية الثمن هل ممكن أن تنتشر في دولنا في بلادنا؟ نعم, نعم ممكن أن تنتشر وتوقعنا و... لانتشارها أنه من الممكن توظيفها في مجالات أخرى م... فقط شي هذا شيء مشجع المشجع فكرة. آه طبعا. بالضبط هذا طبعا. الشيء المشجع آه. إحنا حاليا بالمرحلة الأولى دراساتنا المكثفة على هذه المادة طبعا تعرفي هذه الماده قبل ان تحصل على براءه اختراع يعني خاضت تجارب عديده, عديدة وصعبه يعني اخذت منكم وقت ومجهود أكيد كبير اكيد اكيد حتى نثبت احنا لما نثبت للعالم وللخبراء انه هذه الماده تنجح في مجال تقويم الاسنان لازم نعرضها الى يعني اختبارات قاسيه م. فلما تنجح بهذه الاختبارات ذاك الوقت نقول انه هذه على مستوى عالي، الحمد لله حققنا هذا الشيء في مجال تقويم الاسنان، توظيفه في مجال تقويم هنا. الاسنان، هسه احنا يعني عندنا من ضمن الخطط مالتنا توظيفها في المجالات الاخرى مم. فعلى المدى البعيد اتوقع لها يعني آه انتشار نعم. واسع نعم آه يعني آه معناه انتم الان في صدد آه ابحاث جديده بخصوص آه توسيع الفكره ليس نعم. فقط في تقويم الاسنان ولكن نعم. في امور اخرى نعم. تهتم في طب آه طب الفم والاسنان يعني نعم. بشكل نعم. بشكل عام آه آه هل هذا سوف يأخذ منكم وقت أطول خاصة أنه براءة الاختراع هي فقط حول التقويم دكتوري. نعم هذه المادة لما يعني أخذنا بها براءة اختراع يعني أخذنا الأحقية عالميا أنه إحنا أول من اكتشف هذه المادة وبالتالي فائدة براءة اختراع أنه تعطينا تغطية لمدة عشرين سنة إحنا فقط المسؤولين عن هذه المادة وتطويرها وتوظيفها توظيفها في اي مجال اخر أي مجال. مش فقط في التقويم أكيد. وهذا شيء جيد طبعا م. طبعا نعم يعني هذه هي من حقوق براءه الاختراع جميل. اللي تمنح لمن شخص يحصل مم. براءه الاختراع هذه من الحقوق نعم. لانه الانسان لما يحقق ماده جديده لازم إلى الحق هو الوحيد في ان يتصرف بها تطويرها استخدامها توظيفها في مجالات اخرى نعم. ففي مجال كافي انه يعني نوظفها في مجالات اخرى نعم شيء جميل يعني نصيحه اخيره للمشاهدين دكتور مرضى تقويم الاسنان نعم نصيحة بشكل عام يعني نصيحه انه يهتموا بنظافه الاسنان اثناء فتره العلاج، بقاء الاسنان يفسد الفرحه الاخيره، يعني المريض يصرف جهد واموال لتصحيح الاسنان ووضعها بشكل منتظم وكلنا نريد نكون فرحين بهذه النتيجه أوكي. بنهايه العلاج ما نريد نشوف هذه السايد <سؤال> effects بعد العلاج شو بتنصحهم؟ بعد العلاج يلتزموا بالمثبت جهاز التثبيت بعد على العلاج طول ولا لفترة لا هذا هذا ايضا المثبت بانواع في نوع دائمي ها. يتركب بشكل دائمي خلف الاسنان وفي نوع اللي يعني انا ارجح استخدامه النوع الشفاف ها. هذا مريح والفتره الاولى المريض يلتزم به اغلبيه الوقت وبعد الست اشهر الاولى يستخدمها فقط بالنوم يعني ما يسبب له أي إشكال لما يروح للعمل أو بعد سنين هل تعود نفس المشكلة أم لا؟ لا طبعا بعد سنين تثبت الأسنان على الوضع الجديد جميل شكرا جزيلا دكتور شرفتنا شكرا اليوم الكم. ونورتنا شكرا استفدنا جزيلا. من المعلومات يعني جيدا والف مبروك شكرا جزيلا شرفتنا وبتمنى انه نشوفك في لقاءات قادمه ان شاء الحاضرين. الله شكرا, شكرا جزيلا, جزيلا للدكتور شكرا. علي البستاني الاستشاري في تقويم الاسنان واستاذ كليه الطب بجامعه بغداد والباحث والمخترع في جامعه كينجز كوليدج في لندن جزيلا. شكرا لحضرتك مشاهدينا اشكر حسن المتابعه السلام عليكم